أخوي عمر من أحد القوافل التي اتجهت من مصراتة تحديدا إلى درنا الحبيبة، أسأل الله أن يفرج. أخوي عمر أحكي لنا على مشاهداتك. أول سيد محمود، قبل نحكي على درنا والنكبة اللي في درنا، لابد أن نوجه الشكر إلى أهالي مدينة سرت أولا، الذين يزودون جميع القوافل بالبنزين مجانا. هذه نقطة لابد أن تسجل سيد محمود. أيضا أهالي مدينة بشر، راس لانوب، على الطرقات يوزعون المياه والعصائر على جميع القوافل المر. هذا بد أن نذكر هذا الشيء. جميل جدا، بارك الله فيهم. وذكرنا هذا، أنا ذكرت على صفحتي بعد التواصل بعد اليوم الأول في مشاكل صارت، بعدين الحمد لله الأمور انحلت وكانت محطات البنزينة والنافطة والبنزينة مجانا، وكل الشريط الساحلي، كل المدن، بشر، البريقة، كلها، العقيلة، كل دكتور معليش على شان التغطية. بالنسبة لدرنا الوضع الوصف بأنه كارثي لا يمكن أن يعطيها حقه. الوضع أفضل من الكارثي بالنسبة لمدينة درنا. درنا الآن مدينة منكوبة. طيب أخوي عمر، خلينا نستغل المكالمة معك. الآن آخر الأخبار اللي جتني قبل أن ندخل الاستوديو، إن ما شاء الله الإمكانيات من ناحية الفرش، من ناحية الأكل، من ناحية ما شاء الله متوفرة وبزيادة. لكن سمعت أن اللي ينقص هو الأدوية وبعض الأمور الفنية الأخرى. نحن زرنا المستشفى الميداني في درنا تحديدا وأوصلنا المساعدات، لكن ما ينقصه الآن هو سلك الخياطة. إذا كان في حد يقدر يوفر للمستشفى نكون مشكورين وممتنين. بالنسبة لبقية وينقصهم أيضا أطباء نساء وولادة، تحديدا ذكروا هذا التخصص. يعني فأي دكتور في هذا التخصص يريد يتوجه إلى مستشفى درنا. طيب يشكو الناس طبعا أن المساعدات لا تصل إلى جزء من مدينة درنا يا دكتور محمود. نعم. طبعا السبب عدم الوصول ليس قلة التمويل، لا، درنا كانت مقسومة بين شطرين، يعني معروفة شرق الوادي وغرب الوادي. نعم نعم نعم. أنا الحقيقة أستاذ عمر، أخوي عمر، قصة شرق الوادي أنا أهيب بأهلنا في طبرق ورجال الأعمال في طبرق ومساعد وكل المناطق التي تقع شرق درنا أن يقوموا بواجبهم. يا أخي هم لا شك أنهم ما قصروش، لكن هو جميع الجهود متكاتفة يا دكتور محمود، ربما حتى في بعض سوء التنسيق. نعم. ولكن الآن باعتبارنا اليوم تحديدا تم ربط الجهتين ببعضهم، يعني بالبعض. ممتاز، الله يبشرك بالخير. مساء هذا، يعني مساء هذا يا أخوي عمر، مساء هذا انت ربط الجهتين ببعضهم. نعم، تم ربط الجهتين ببعضهم، ان شاء الله المساعدات الان اصبحت تصل لجميع المناطق. ممتاز. في درنا أخوي عمر، أخوي عمر استاذ محمود. نعم، الله يرضى عليك. غير لأن مش نستغله الآن تجميع المساعدات، هل أنتم توزعوا فيها مباشرة اللي طلعتوا بها من غرب ليبيا من مصراتة وزليطن وطرابلس وزلطن وزوارة والجبل؟ نعم، هو في مكان تجمع في درنا تحت إشراف مديرية أمن درنا، يعني لابد أن يكون التوزيع مش عشوائي. تمام. وفي أماكن مخصصة في درنا. تمام. وفي طبعا في نقاط في بنغازي، في البيضة، في شحات، في عدة نقاط. أنتم لما وصلتوا مع القافلة نزلتوها في مكان التجمع الذي تشرف عليه مديرية أمن درنا؟ نحن معنا قافلة طبية أوصلناها إلى المستشفى. بالنسبة لتجمع التموين والأغطية هذا تستلم فيه مديرية أمن درنا في مكان معين، لا يحضرني اسمه الآن للأسف. تمام، ممتاز، مش مشكلة، لكن معروف يعني المكان. ممتاز. معروف. ممتاز جدا دكتور، معليش لو ننبه حتى على سوسة أيضا تحتاج إلى مساعدات،
وبشكل يعني حكية عاجل يعني الإعلام مسلط أكثر على أخوتنا في درنا طبعا أكبر طيب. نكبة لكن سوسة برضو تحتاج حتى هي إلى مساعدات حاضر. وإعانة حاضر حاضر حننبه عليها سوسة وجايينها ومسجلينها حاضر. الأخي أنا شفت واحد أرسل لي فيديو والله ما نقدر نعرضه اللي هو الجثث اللي يرمي بها البحر. نعم أخوي عمر يعني منظر مرعب منظر خطير جدا منظر رهيب. هو منظر مرعب فعلا يا دكتور والأرعب هو الناس الذين فقدوا أحبابهم وأصدقائهم وأهلهم اللي الآن نشوفوا فيهم في ذرنا يعني مأساة حقيقية. يعني تصادفنا مع رجل يرفع عثمان بنته في بطنية شيء مؤسف جدا يعني الحقيقة لكن قدر الله وما شاء فعلا. طيب أخوي عمر سمعنا أن أو الأخبار تقول أن المخازن غصت بالمواد الإغاثية بطاطين يعني فزعة يعني تاريخية إنجاز التعبير. بالنسبة للفزعة يا دكتور محمود فزعة فعلا تاريخية لم يسبق لها مثيل. القوافل على طول الطريق الساحلي من بن جواد من الزنتان من مصراتة من الزيتة من المشاشية من الجنوب عدة قوافل التقينا بهم من الجنوب إن لم توحد درنا الليبيين بعد هذه الحادثة لن يتوحدوا هذا. إيه تشم بيوحدهم عقيلة صالح حطوا رئيس لجنة بالله بالله خليني ساكت يا أخوي عمر والله العظيم نسأل الله السلامة إن شاء الله والله نسأل. عموما أخوي عمر ربي يحفظكم وربي يتقبل منكم وأنا شاكر ليك وإن شاء الله يكون في ميزان حسناتكم. بلغ تحياتنا للجميع دكتور معليش إلى الطيران العمودي الجزائري اللي يعمل بانتظام وإلى شركة مصرات الخدمات العامة النظافة تعمل بشكل جيد ومنتظم دايرين شغل كويس. أيضا الإيطاليين والأتراك يقومون بالبحث بمجهود كبير الحقيقة يعني فكل الشكر لكل الدول التي شاركت. ما شاء الله خلاص عمر خلينا إيش مشاهداتك يعني بالفعل لأن مسجل عندي إيش الطيران. سمعنا أن الفرق اللي جاءت من الدول الشقيقة والصديقة يعني مدايرة شغل ما شاء الله في وسط درنا سواء بين الأنقاض في اليوم سمعت أن ما شاء الله أكثر من 500 حي أنقذوهم وجدوهم نعم أحياء. نعم صحيح الفرق الدول الصديقة والشقيقة عملت شغل كويس الإماراتيين والقطريين لكن في أعداد نعم في أعداد أحياء خرجوا من تحت الأنقاض وعائلة بأكملها اليوم طلعوها حية والحمد لله ما شاء الله. فالأمور إن شاء الله نقول أنها تتحسن وإلى الفرق اللي التقيت بها أخي عمر أو سمعت عنها تشتغل ب الذين سمعناهم الحقيقة يعني طبعا الطيران العمودي الجزائري ده مشاهدة العين يعني الإسبان قالوا لي حتى الإسبان جايين الإسبان برضو نعم في نعم معليش الإسبان فعلا فالإسبان حتى هم يقوموا بشغل جيد ما شاء وجميع الله. الحق متكاتف ومحنا لابد أن الفريق التركي طبعا كانوا كيف خارجين من قضية الزلزال وقالوا استفادوا منه نعم. بشكل كبير داخل المدينة استفادوا منه والفريق التركي هو من أحضر كلاب الأثر يعني أكرمكم الله فهي نعم. أيضا حتى هي دارت شغل كويس ما شاء الله. وطبعا نحن طبعا نخلفوا هم عنده بالمعدات والأدوات و نعم. يعني مش زينا في ليبيا ما شاء الله كل التحية والتقدير بارك الله فيك أخوي عمر وربي يحفظكم